حسب الاتفاق السابق أن الجهاز التزم في موضوع التوظيف، موضوع العمل والعلاج وكذلك التعليم. أما التعليم فقالوا يراجعون من الغد لمدير إدارة المعلومات بالعارضية تمهيدا لتسليمهم يعني خطابات ومراسلات التعليم لوزارة التربية. فهذه يعني الفئتين أرجو أن يكون انتهت يعني المشكلة من النواحي الإنسانية. هناك طبعا نواحي إدارية موضوعها آخر، لكن احنا نبحث الضمانات في أنه لا يمنع أحد من التعليم ولا يمنع من العمل، سواء لا نلزم طبعا ما في إلزام للجهات الحكومية في العمل من ناحية هذه، لكن لا يمنع من، لأن يعرف أن هناك عدم السماح لهم بالشركات أو الجمعيات أو القطاع الخاص. نحن استعجلنا في من حرموا من التعليم ومن حرموا من العلاج في هذه الجزئيتين بسبب الجوازات المزورة وكذا. والآلية بشكل عام وصرف البطاقة هذه قرئت علينا اليوم من الجهاز حتى تعتمد أيضا من وزير الداخلية في آخر الشهر.